فات 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 فات. عادي نخلق اطيوري نخدم بها اغراضي تيزون كرياتور راضي دون لسباس انت رقم افتراضي دونك انسى الماضي زينو راح تتعمر استعد واليك الاول حركات ندوات مؤتمرات تحت احترامات جولسات المخابرات اغسل المخ بشكل عام وحط النفاق هي المادة الاولية في الاعلام اوان دون تاميزون اختك تمشي تحوز بالفيزون تمسها تهبط بديزون كونك راضي كوبيتاريزون لازم يكون عندك فيزيون دستورية في دستور الشيطان اجوز ويلو ديريكتور وانت قاعد في البيطالة حبت تعيش بعد لي مرتك تخدم سكريتيرا اغربت في البحر ورجلك لها الحوت حلو فراسك في الارض وعش دايوت اجوز ويلو مينسخ جوز ويلو فومبير لو كان تلقى تعبير راح تلقى حاجة بير ربي يحفظنا البيدخول ويحفظك لينا يلا سويس ويحفظ لكم الفوتبول وبطولة موبيليس اجوز ويلو بوليس اجوز ويلو كلب جوز ويلو رخي جوز ويلو رجع ويلو معارف والتلحيس انا هو الوحش والفظيعة والمدلل والرضيعة لانني الكلب والمطيع جزوي جنرال جزوي الانونيم الاسم بيوع واللقب عامل في الميزيرية انا من العوامل الاساسية الهوية الدولية والجنسية الفرنسية جزوي الحزب جزوي الوجه اللي يدور انا اللي في الاخرة راح نعبي كاشي من الزقوم انا دي في سياسة جوز تصميم بدون حول ولا قوة لكن ذو كيد العظيم جزوي النفاق جزوي معارض الوضعية انا اللي كنت معارض المظاهرات في الدولة المدنية جزوي بن فليسة العاهرة السياسية جزوي البرلمان وهمهم بنقود بلادكم بدون رئيس كيف لأن أكون في الوجود جزوي الإسلام اللي تشوه من التسعينات كلمة إرهاب نقبوني لعشر سنوات ارموني جيني البيزنس ارضموني بالحريات أنا خلاف على خط الخلفاء مش لي خطة خبيثة على خط السفهاء أنا قانون حطني اللي انفخ فيك أنا الدستور الثابت اللي ما يتعدش بالبوليتيك أنا مش لي دستور الكوميك أنا نتحكم بالمصحف مش بالعريار بوتيك جزوي الإرهابي اللي ما زال يمارس في طقوس الغابة والمناجم ما زال يشد في عقيدة هز الموسى وسحق الجماجم من أقاليم الديمقراطية لتضاريس الوهابية الفتاوى اليهودية من إسلام بني أمية يا مواطن أنا المسؤول حطوني بارازار جدي كان مع الحركة جدك في لماكي كان ماكي زار انسى الفداء وكل الأساطير أنا وانت ما عندناش نفس المصير انت ورقت انتخابات وأنا هي بنت الوزير جسوي السينما جسوي الإعلام شوف روحك كيفاش راك عايش يا سلام ساتوريت مخك ما بين العشق والغرام ممكن في نرف بلاد ربي يدخل واخدم خدمة الأنعام لحياتي ما هيش خدمة نام بيجي وعايش بلاش عندك السكرة تكبر تنسى حياتك حسب لما مقصة عندك فارق لما تشفوت بعورهم جسوي أنا رابير نحب ننصر رابي قلت لهم هاك نمد لكم راب عربي قالوا لي غني على الحب هذا يا راب إرهابي حربي قلت لهم الإسلام هو الدربي قالوا لي نا والراب أصله غربي نحبك تقابل الواقع بلا ما تدور قالوا لي طرودة راهي سكرة العقول قلت لهم في المايك راني نتخيل في لاباطاي ضحكوا عليا قالوا لي يا ماماي واش كون يسبب فيها في بلاد الميليتير مرات الماديات ولا شباب الواي واي قالوا لي كلامك علاش ماهوش فاحشة علاش ما طحت في البياج وين كنت عايشة قالوا لي يا منفخ باش تغني سنة يعود الجية ولا يدخل الداعشة قالوا لي حل بالبنات وغني للشعب باش يصدل تشوف كيفاش تترحب تتعشى وتفطر قلت لهم يا نحوش يا الشعب ونضر قالوا لي راسك روشي ما عندكش زهرة عطاوني بالظهرة عطاوني اسم شوكة ما بين الحم والظفرة قالوا لي هنا لازم لك تطبق الطقوس قلت لهم جيبوا لي هذا القاموس عليه هندوس الشتا ما تعطيلكش الصليب تاع الموس هذا يا من شغل هذا يا كالي بردوس هذا يا راب ما يقدس حتى بالرب القدوس الراب ما ينجينيش غدوة من القبر وهوانوه قالوا لي لازم تغني كفلان قلت لهم حالي ماشي كيما حالو هذا يا الهام بقيم الليل ماشي بقرا وقارو هما تبعوها تلاقو الدور وانا جزوي فيار باللي كنت عدو بالكانو جزوي لافام جزوي اكبر ضحية فهاد لا سوسيتي مابقيش بني ادم جزوي ان برودوي بيبليسيتي ميديا تزيد بالحقوق وخضروني بالحرية اوتوماتيك جبيني باش نولي عصرية ما كان ادي في المجتمع جست بياج
الحاجة. رحت للشركة نخدم نقد الشاب سيرفيس مكتوب عليه في اللباجة اني منصوفاج عام 12 وجالور للكوبلاج وسويلا ديموكراسي منهج معمولة معمول للمسلم باش يعيش مذلولة غبي وبهلولة عيش حياتك بوشوج وهمية على رأس المالية الديمقراطية النتيجة مسلم بدون عقيدة فات الأوانة. شوف الرجل فينا ولا رخيص والمرأة في بلادنا ولات حيوانة. جسوي الصحراء اللي ضحت بولادها باش نبقى بالله جارة. جسوي الرمال اللي طلت تخطب دم رجالة واليوم لحقوا بيا العار سي دوماجة. جبتوا عليا الميترة وتبعت بالكيلومتراج. حكومة غالية من الإنسانية سياسة للنمو كلها حساسية تبصي على خلق الفرعون وعشق العبودية وشكون هما باش يديروك في حصار. فعروخك مشو دم جدك اسمه بالمهيدي فعروخك نار. من وقت الاستقلال وبلادك تطرح لمام سؤال شخصيتك تاع الثورة للوين تعرضت للانفصام. الكبار راهي حايرة الصغار راهي طايرة والبنت مسكينة رايحة تبقى بايرة. الشعب هو العبيد والسياسة هي العاهرة وهذا هو فرعون كوما الرب الأعلى. يا روح الجهادية نسمة القمم يا فرحة القلوب يا أنين الألم. يا روح الفقر عليك بالسلم اشهدي علي بصدق القلم. يوم أندم ولا ينفعني الندم يوم أندم ولا ينفعني الندم.